ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا أستاذ سامي حبشي صاحب شركة نيو فاليج للاستثمار العقاري. ازيك يا أستاذ أهلا سامي؟ بك عامل والله. ايه؟ أهلا بك والله، نورتنا ونورت نورك قناة الله، الصحة والجمال نورك كلها الله. ونورت الاستوديو. عرفنا بنفسك كده وبشركتك، عرفنا بنفسك الأول. أنا سامي عاطف حبشي، أنا صاحب شركة نيو فاليج، مستشار عقاري أصلا، شغال في مجال العقارات تقريبا بقالي حوالي 4 سنين أو 5 سنين، هي خلاص قربنا على 5 سنين، بقالنا فترة. بس كده هي الشركة. شكلك صغير، انت متخرج من 4 سنين. انا كنت في فترة، طول فترة دراستي كان يعني بدأت شغل في مجال العقارات، قبلها كنت شغال في مجال السيارات وفي المبيعات وكده. وانت في الكلية وانا بتاعتك بدرس، بالظبط. وانت بتدرس، بعد كده يعني كل شغلي اصلا كان في مجال، يعني جنب دراستي كنت انا اصلا ايه شغال جنب شغال في الدراسة كده. العقارات، بالظبط فخلصت فعملت شركتك دي. بالظبط. طيب ممكن تعرفنا نشاط شركتك ايه بالظبط؟ هو التسويق العقاري والاستثمار العقاري وفي مجال الاستشارات العقارية أكتر يعني. استشارات عقارية. مظبوط. طيب اشتغلت ازاي في ظل كورونا؟ والله هي كانت فترة يعني صعبة انت جدا. فتحت في فترة صعبة جدا. دي حقيقة، دي حقيقة. هي كانت فترة صعبة يعني، مش على شركات العقارات بس، لا ما بالعكس، لا على القطاع العام والقطاع الخاص في مصر عموما وبره العالم كله. فجينا في فترة أول ما بدأت الكورونا على طول، طبعا معظم الشركات قفلت، كنت انا لسه ببتدي بفتح يعني، خلاص لسه هبتدي. بتبدأ تفتح. بالظبط، ما كنتش خدت الخطوه اللي انا فتحت، بس كانت عندي النيه. تمام. اول ما بدانا بقى خلاص كانت الكورونا خلاص يعني دخلت على الابواب وكده، فالحمد لله يعني الدنيا بدات ايه تمشي واحده واحده. طبعا هي كانت ظروف وحشه على الكل يعني، كل القطاعات اتاثرت. بس انت صممت ان انت تفتح. يعني ده بسبب الطلبات المتزايده على طول على على العقارات في قرارات. العاصمه بالذات. فبدأ حتى بعد اول ما بدأت الكورونا بشويه بدأت الناس ترجع تقول لا احنا الدنيا مش هتوقف، حتى اتجاهات الدوله والحكومه بدأت تدعم القطاع العقاري بالذات، بدأت الدنيا ايه تتحرك شويه. طيب ايه هي بقى العاصمه الاداريه والله الجديده؟ العاصمه الاداريه يعني هي دوله جديده جوه دوله يعني، هم بيخلقوا هي دوله جوه مصر. زي ما بيسموها اليومين دول الجمهوريه الجديده يعني، خلاص هي الجمهوريه خلاص الجديده، قربت على الافتتاح خلصوا خلاص. القاهرة الجديدة عملوا الجمهورية بالظبط. الجديدة. بالظبط. تمام. فهو بيبني مدينة جديدة فيها كل الخدمات، هي متكاملة الخدمات فيها كل حاجة. بنقارنها بأكبر دول العالم. الطفرة اللي حصلت في مصر بالذات العاصمة الإدارية هي خلت العالم كله يبص لنا ويقول انتوا ايه اللي يعني ايه اللي بيحصل ده؟ ايه كم الإنشاءات الرهيب ده؟ ايه كم المباني اللي بتتبني في الوقت القصير ده؟ في ظل الظروف اللي العالم كله بيواجهها. فلفتت نظر العالم لينا. وغير كده كمان النقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها اللي هو ايه الهدف اصلا من انشائها؟ هو ايه انشأها الهدف من انشائها بالظبط. وازاي بدأت؟ الهدف من انشائها اصلا العاصمة الأساسية اللي هي مدينة القاهرة خلاص اتزحمت وبدأت بقت خلاص زحمة جدا. جدا، خصوصا انها بدأت يعني بتستقبل عدد كبير جدا من الوافدين كل يوم، يعني عدد ملوش حصر. فبدأ ان هو يعمل مدينة جديدة بخدمات متكاملة فيها كل حاجة، ويبتدي بقى ايه يعمل حتى واجهه جديده للبلد. هتبقى فيها كل الوزارات وكل الادارات، كل مؤسسات الدوله هتتنقل هناك بدايه من الكام شهر الجايين، بدايه كل المؤسسات الحكوميه وكل البنوك المركزيه يعني البنك المركزي وكل البنوك الخاصه كله هيتنقل في العاصمه الاداريه. الفروع الرئيسيه الرئيسيه للبنوك والوزارات في خلال كام شهر؟ مش متحددش امتى شهر ايه؟ هو بدايه هو كان المتوقع من بدايه من اخر 6 اول 7، بس يعني ما يعني اتمدت كورونا مأخرنا شويه. حقيقي حقيقي. صح. بس اتمدت، هتبتدي ان شاء الله من الشهرين الجايين هتبتدي الوزارات ايه تتسلم مشاريعها والمقرات بتاعتها الجديده. طيب اخبار السوق العقاري ايه دلوقتي؟ والله هو شغال في مصر وبالاخص في العاصمه الاداريه. هو في مصر عامه هو دايما السوق العقاري مستقر في مصر، بس مع الطرح الجديد للمدن يعني، اما هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده او الحكومه بالاخص بدات تفتح مجال ان هو المستثمرين يخشوا يستثمروا في المدن الجديده، بدا يحصل فيه طفره يعني. الوضع كان مستقر لفتره معينه، مع بدايات المدن الجديده والعاصمه الموضوع حتى السهم التفاعلي بدا خلاص الاستثمار بدا يشتغل. توجهات ما بقتش توجهات دوله بس، بدات توجه مستثمرين رجال اعمال شركات كبيره، فبدا الكيرف بنسميه بيعلى يعني في تصاعد. في تصاعد. في تصاعد. بس الحركه للسوق العقاري خلاص بدات تشتغل اكتر ايه عن الاول، بدات تزيد شويه كتير
كتير بتزيد شويه. ما كورونا برضه ملناش دعوه بكورونا، هي كورونا جت تقريبا كام شهر كده، كانت الدنيا كانت واقفه خالص حقيقه في الاول، لكن خلاص دلوقتي الدنيا شغاله شويه أفضل احسن بكتير. يعني أحسن. في فتره الـ نقول السوق مثلا او المبيعات للشركات المطورين ممكن بتقل بنسبه، بس مش بنسبه كبيره يعني نسبه ضعيفه، وبعد كده الدنيا الحمد لله بتصعد على طول. تمام. طيب بالنسبه للسوق العقاري في العاصمه الاداريه بقى، لو تفيدنا كده. ده في تصاعد دايما، ده سوق العقار بالذات في السكني والتجاري والاداري، اي استثمار في العاصمه الاداريه ده في تزايد على طول، لان هو العاصمه بقت العالم كله باصص لنا دلوقتي ايه بالعاصمه الاداريه. من اول ما بدانا انشاءات فيها وبدا خلاص، انتوا يا جماعه انتوا ايه اللي بتعملوه ده او يعني ما حصلتش في العالم. بلد جديده، هي فعلا بلد جديده، بلد جديده، والتطوير اللي بتعمل فيها والخدمات اللي بتتعمل جوه العاصمه الاداريه ما حصلتش قبل كده في حته، مش موجوده في اي بنيه تحتيه رهيبه، بنيه تحتيه رهيبه والله. دي حقيقة. يعني اللي عايز ياخد دلوقتي، الشباب اللي عايز شقق، وحدات سكنيه، مشاريع العاصمه الاداريه، حقيقي ده نصيحتك؟ نصيحتي طبعا، سواء كسكن، لو بنتكلم كاستثمار، اي حاجه من الحاجات دي. لا، من العاصمه الاداريه رغم طبعاً. بعدها ما بقتش بعيده، يعني كنا في الاول بنقول احنا ايه اللي هيودينا العاصمه الاداريه، لسه احنا بعيده. لا، هو فكره اصلا عمل العاصمه الاداريه، اول حاجه عملها ربط كل الطرق الرئيسيه في مصر انها تروح العاصمه الاداريه، خلاها تبقى مركز يعني مركز لكل الحكومات، كل مؤسسات الدوله، كل حاجه هتبقى في العاصمه، فربطها بكل الطرق الرئيسيه، حتى يعني مخارجها ومداخلها، اسف، المداخل والمخارج المؤديه للعاصمه الاداريه قريبه جدا. يعني بقت الموضوع بقى اسهل بكتير من تحت في الزحمه. كتير كتير طبعا. طب ازاي وفرنا لكل شرائح الدخل وحدات سكنيه؟ دايما شركات التطوير العقاري هنا في مصر المسؤوله عن الانشاءات، بيجي المطور العقاري او شركه الاستثمار بتاخد قطعه ارض من جهاز العاصمه الاداريه، وبيبتدي بيبني عليها المشروع بتاعه ويبتدي يطرحه للبيع. طيب بقت في منافسه كتير بين المطورين العقاريين، وبدات الاسعار، يعني انا مش بقول في فجوه، لا، الاسعار يعني في تقارب في الاسعار من ضمن شركات التطوير، فخلت ان يعني في المتناول، مع طبعا دعم الدوله ودعم مؤسسات الدوله، انها تخلي في تسهيلات في السداد وتسهيلات في ان المواطن يشتري في العاصمه الاداريه. يعني في حاجات معانا دلوقتي بيدفع 10% مقدم على 10 سنين اقساط، وده بدون فوائد. حلو جدا. بدون فوائد، بدون اي 10% من قيمه الوحده. انا بتكلم سواء ويسدد براحته ولا لا براحته طبعا، بيدفع دفعه كل كوارتر، كل 3 شهور بيدفع دفعه. بس ده بدون فوائد، هو المتبقي من باقي ثمن الوحده بيدفعه على مدار 10 سنوات، وفي اكتر من كده بس هو بيزود شويه في المقدم. يعني الشباب يجوا نيو فاليج يقسطوا عندك بالشكل طبعًا ده طبعًا. هو مكان شركتك فين؟ في التجمع الخامس، محور محمد نجيب. تمام، ماشي، خلاص. بالنسبه يعني وايه الكومباوند اللي في العاصمه الاداريه دلوقتي اللي خلصت، ايه الدنيا يعني؟ انا مش هقدر اتكلم على شركه معينه او كومباوند بعينه، بس هو في نسبه الانشاءات في العاصمه، يعني في مشاريع نسبه الانشاءات فيها تعدت 70% و80%، وفي حاجات في مشروع ما في، يعني انا مش هقدر اتكلم على حاجه بعينها لان هم كتير جدا، بس في مشروعات يعني كانشاءات خلصت وجاهزه لان الملاك يستلموا الفتره دي، بس لسه ما فيش حد سكن حاليا بتكلم على شركات التطوير العقاري في منطقه الاستثمار، سواء اللي هي المرحله السابعه R7 أو R8، لسه حاليا ما فيش حد ساكن، بس خلاص يعني هي جاهزه للسكن، مجرد ما بتنتقل، ما بتنقل الحكومات مقراتها والحركه بتبتدي تشتغل في المكان ده، بتبتدي يبقى في سكن على طول. كل السكن هناك عباره عن كومباوند ولا في مساكن بره كومباوند، مساكن عاديه كده؟ جهاز العاصمه الاداريه مقسم في الخريطه، يعني الخريطه التوضيحيه بتاعتها، مقسمها تقريبا بدايه من اول 6 مراحل دول خاصه بالحكومه، بقطاع الحكومه. اول 6 مراحل خاصه بالحكومه. اللي مسموح، انا بتكلم هي العاصمه الاداريه عموما هي 3 مراحل. المرحله الاولى هي المساحه الاجماليه للثلاث مراحل حوالي تقريبا 174 فدان، 174 الف فدان.
المرحلة الأولى 40,000. ده كبيرة جدا، طبعا كبيرة ده جدا، كبيرة طبعا جدا. طبعا دي المرحلة الأولى بس. قد تقريبا يعني واشنطن، يعني المرحلة الأولى قد واشنطن تقريبا 4 مرات. اوه دي كبيرة جدا اه فعلا. لا لا هي مساحة كبيرة فعلا. دي المرحلة الأولى بس، احنا لا احنا نتكلم في المرحلة الأولى بس 40,000 فدية، المرحلة الأولى بس 40,000 أربعين فدية. ألف فدية تمام. هي بقى اللي احنا الفترة دي في شغل عليها و في تسويق كتير عليها. اه طبعا اه دي حقيقة. وهو المطروح فيها حاليا يعني الطرح، بنتكلم الطرح حاليا او الحكومه طرحه او جهاز العاصمه الاداريه هو طرح بس المرحله الاولى. طيب بنتكلم بنقول اول 6 مراحل هي خاصه بالدوله تقريبا او شركات خاصه تبع الحكومه، وبنتكلم المسموح للمطور العقاري او المستثمر ان هو يروح ياخد قطعه ارض ويبني عليها المشروع بتاعه هي منطقه الار 7 والار 8. الار 7 والار 8 هي يعني المرحله السابعه والمرحله الثامنه، بينهم في حي اسمه حي السفارات او الحي الدبلوماسي، ده الاسم الغالي. الدبلوماسي اه ده هيبقى فيه كل السفارات اللي هتبقى موجوده في مصر، يعني كلها هتبقى في مكان واحد، هتنتقل لهناك السفارات بالظبط كلها هتبقى في الحي الدبلوماسي. بالظبط ده بين الحي اللي هو الار 7 وحي الار 8. ده بعد المراحل الستة الأولانيين بتوع بالظبط الحكومة، هم 7 و8 فيهم حي الدبلوماسي. هم كلهم في مكان واحد اللي هي المرحله الاولى. اه يعني احنا بنتكلم بقى لو هنقول ايه احسن مكان ممكن المواطن يسكن فيه، او هي العاصمه الاداريه يعني كلها كلها طبعا جميلة اه، بس طبعا. احنا بنتكلم في الوقت الحالي اللي هو ايه المتاح بالنسبه لنا هو الار 7 والار 8، وفي منطقه تانية اسمها منطقه داون تاون، دي امام فندق الماس على طول، دي منطقه استثماريه، استثماريه تجاريه ترفيهيه، تبقى فيها ابراج مولات يعني حاجات زي كده. فيها سكن؟ لا ما فيهاش سكن، السكني هو يعني العاصمه هي منظمه جدا، فهو تمام يعني عامل السكني في مناطق محدده تمام وكلها على محاور رئيسيه بحيث يربط كل اماكن سكن المواطن بالمنطقه مثلا التجاري، يعني كل المناطق مربوطه ببعضها فكله قريب. يعني كل وحدات سكنيه او في خدمات ولا لازم يروحوا الداون تاون؟ لا في بقى حاجه عاملينها كويسه قوي، عاملين تخصيص لكل كومباوند، اي مطور بيجي ياخد ارض يعمل عليها المشروع بتاعه اللي هو الكومباوند السكني سواء في الار 7 او الار 8 مخصص له منطقه بره في الترخيص بتاع المشروع بتاعه منطقه تجاريه، بيبتدي يعمل له مول تجاري بيخدم على المشروع بتاعه من جوه اللي هو الكومباوند، وبيخدم برده بره الكومباوند، يعني هو بيبقى من بره على سور الكومباوند بيخدم ايه جوه الناس اللي ساكنه وبره برده ايه للشارع. يعني في خدمات. اه طبعا اه طبعا. ما اصل يعني بعيده جدا فلازم يبقى في خدمات لان الناس ما تضطرش ان كل حاجه تنزل. لا 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 هي هو عامل حساب كل حاجه، يعني الحكومه عامله في تخطيطها بدايه من قبل ما تبتدي انشاءات حتى في العاصمه الاداريه، هو عامل حساب كل حاجه، عامل حساب الشوارع، عامل شوارع واسعه جدا، عامل حساب المساحات الخضراء، بنتكلم ان في حاجه اسمها النهر الاخضر في العاصمه، ده بطول العاصمه الاداريه كله. ده بطول العاصمه يعني من اولها لاخرها اه الفيو في نهر النهر ماشي فوق. الاخضر اه النهر الاخضر ده ماشي في العاصمه من بدايتها من عند بدايه من جامع الفتاح العليم لحد نهايه المرحله الثالثه. بتبقى حلوه جدا. طبعا طبعا فهو مراعي كل حاجه وعامل خدمات كامله، عامل عامل منطقه الداون تاون اللي هيبقى فيها الابراج، عامل الحي الحكومي وحي المالي جنب الحي الحكومي اللي هو جنب منطقه الوزارات، لا مراعي كل حاجه وعامل حساب كل حاجه يحتاجها المواطن بعد حتى 100 سنه. يعني عاملين حسابهم على كل حاجه طبعا. طيب انت يا استاذ سامي فهمتني ان في اول 6 مراحل تبع الحكومه. طيب الحاجات بقى الخاصه الكومباوند الشركات الخاصه في المراحل ايه السابعه بعد السابعه اه والثامنه؟ في المرحله انا اللي عايز اعرف تقسيم العاصمه. هي في المرحله السابعه والمرحله الثامنه اللي هي ار 7 وار يعني هو 8. كل العاصمه الاداريه 8 مراحل. المرحله الاولى انا بتكلم كسكني، يعني كسكني كسكن هم اه هو الار اختصار ريزيدنشال، يعني اه من اول ار 1 لار 8 دي تمام. المناطق السكنيه بس المخصص فيها السكن. تبتدي بعد كده في مناطق تانية بقى، مناطق تجاريه، مناطق مثلا يبقى في عندنا فيها مساجد، مناطق خدمات فيها زي عندنا منظمه اه بالظبط هي في تنظيم. دي حقيقه. طيب ايه الخطوات اللي الناس تقدم لشقق لاولادها في العاصمه الاداريه او الشباب؟ ايه الخطوات بقى يعني؟ احنا بنتكلم دلوقتي اللي بيجي يشتري في العاصمه الاداريه هو قدامه كذا اختيار، كذا اوبشن، نتكلم هو نشوف الاول اذا كان هو محتاج حاجه سكني او استثماري، وبنقسمه لكذا حاجه، لو سكني ممكن بنتكلم مثلا ايه في المناطق السكنيه سواء فيلات سواء اول شقق طبعا،
فبنبتدي بنشوف العميل اللي جاي ده احتياجه ايه للعقار، او محتاج يسكن بطريقه عامله ازاي، احتياجه هو مثلا عايز حاجه، لو بنتكلم على الشقه محتاج مثلا غرفتين 3 غرف، التقسيم هيبقى عامله ازاي، الكومباوند نفسه عاوزه يبقى مساحته كبيره، مساحته صغيره ما تكونش كبيره قوي، عايز مساحات خضراء اكتر، محتاج فاسيلتيز اكتر، خدمات تبقى موجوده في المشروع اكتر. وبنروح للجزء الثاني برضو اللي هو الفيلات، بنشوف برضو اللي هو محتاج برضو نفس في السكن تقريبا كل واحد بيختلف بقى، ممكن العميل يجي يقول لي انا محتاج مثلا فيو احسن شويه، يكون بحري، يعني المتطلبات المعروفه. متطلبات المواطن بتوفرها له. بالظبط. وبنيجي بقى للنقطه الثانيه الاستثمار، ودي بنسبه اكبر في العاصمه الاداريه، يعني العميل اللي بيجي بيسال اكتر عن ايه نقطه الاستثمار، فبنوجهه نقول له السكن فيه استثمار بس مش بطريقه كبيره، لا بطريقه يعني على المدى الطويل شويه، انما الاستثمار في الوحدات التجاريه والاداريه والطبيه اعلى كتير من السكن. والله دي حقيقه. هناك اعلى من السكن. دي حقيقه. يعني تجاري اكتر هي من اسمها سكن. العاصمه الاداريه حتى كمان. عشان اسمها دي حقيقه. تجاري. طب ايه خطوات مثلا ان حد عايز يعمل مشروع هناك؟ بيبتدي بيجي بنشوف هو هل هو حابب يستغل النشاط ده، لو هو مثلا صاحب مشروع مثلا تجاري، او صاحب مثلا مكتب، صاحب شركه، ايا يكن، بنشوف هو هل هو حابب المكان ده اللي هيشتريه هيستغله ليه هو، ولا حابب ان هو ياخده كاستثمار ان هو بعد كده شركه الاداره المسؤوله عن المشروع هي اللي تاجر له، او هو ياجر بعد كده وتجيب له عائد وبالتالي يبقى فيه ارباح. فبنشوف متطلبات العميل ونبتدي نوجهه. طبعا احنا بيبقى معانا اختيارات كتير جدا. السوق العقاري في زرامية بقى موجود فيه بالذات في العاصمة الإدارية مشاريع كتير وشركات كتير جدا، طبعا كلهم كويسين والمنافسة بقت قوية، بقى كل مطور حابب ان هو يقدم احسن حاجة موجودة في السوق. طبعا. فبدأ بقى احنا يعني بيجي العميل يقول لي انا محتار، يعني اشتري فين ولا فين، وكلهم حاجات كلها كويسة. حاجات حلوة جدا. نبتدي احنا بقى عاملين مقارنات، بنشوف بقى سابقة اعمال كل مطور عقاري، وبنبتدي برضو بنشوف برضو اللوكيشن، لو احنا هنتكلم بقى على الاستثمار هنتكلم عن حاجه تجاري او اداري، بنبتدي نشوف اللوكيشن بتاع المشروع ده بالظبط فين، الترافيك حواليه هيبقى قد ايه او متوقع هيبقى قد ايه، يعني كل حاجه خاصه بالاستثمار في المكان ده بنبتدي نحسبها له، حتى الار واي ريتيرن اوف انفستمنت بنبتدي نحسب له بعد ما هو يستلم الوحده بتاعته. انا معايا في موجود يعني معانا دلوقتي وحدات هتتسلم السنه الجايه، مكاتب اداريه بتبقى متشطبه بالتكييفات وعلى 10 سنين صاد بدون فوائد. حلو جدا. وبيبتدي فالعميل هيستلم، شركه الاداره هتاجر له فهيجي له عائد، فبيبتدي يقول لي طب انا عايز اعرف انا متوقع تقريبا كويس. العائد بتاعي او الربح بتاعي هيبقى ازاي، يبتدي يحسب له الكلام ده. احنا كده بنوجه كل الشباب اللي عايزه وحدات سكنيه او تجاريه يتوجهوا للعاصمه الاداريه. طبعا طبعا. في نهايه فقرتنا انا بشكرك جدا على المعلومات دي.